قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيكشف خلال وقت قريب هوية المسؤول الأول عن وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وأشار عباس خلال حفل نظمته حركة فتح إحياء للذكرى 12 على رحيل الرئيس عرفات إن التحقيقات في أسباب وفاة الأخير ما زالت متواصلة. كما شدد عباس على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب وأنها متمسكة بالثوابت الوطنية سعيا لتحقيق الدولة الفلسطينية الحرة. لا زال التحقيق في استشهاد الأخ الشهيد أبي عمار مستمراً. بدنا نضل وراهم لنعرف من الذي فعل. لو سألتوني أنا بعرف. بس لا تكفي شهادة. لكن لابد لنجة التحقيق أن تصل لتنبش من الذي فعلها. في أقرب فرصة ستأتي النتيجة وستدهشون من النتيجة ومن الفاعلين.